لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام. صباحك فرح. صباحك، كيفك اليوم؟ تمام، رواق. شويت شو؟ اكيد سلمى صيفيه اجت وبلش معها يمكن نشاطات كثيره، بس بندير بالنا على حالنا اكيد. الرياضه كثير حلوه وكثير عم نشوف ناس يمكن بعد الفطور او قبل الفطور عم ينزلوا على التمرين بهمه كثير عاليه. بدنا نقول يا رب هذا الشهر مثل ما بلشنا فيه، ان شاء الله يا رب يكون هذا الشهر شهر الخير والبركه المحبه والسلام. الله يشفي كل مريض يا رب، وان شاء الله يكون شهر الانفراجات على جميع الصيدلة. اليوم كثير من المواضيع المهمة، ضيوف الاختصاصيين بمجالات مختلفة، الناحية الطبية، الناحية الجسدية والنفسية، حيكون لها حصة كثير كبيرة معنا. وأكيد كل الشكر لمقهى المكتب على الاستضافة. وبدي أرجع لعند سلمى وصبح عليها مرة ثانية. صباح الخير سلمى. يسعد صباحك، إن شاء الله هيك صباح الناس مثل اسمك اليوم، كله فرح وخير ومحبة لكل يلي عم بيتابعنا بصباحنا غير. يوميا عم نطلع عليكم الساعة 10 من مقهى المكتب لساعة 11:30، طبعا محطات عديدة صحية طبية وفنية وغيرها من طبعا المواضيع الاختصاصية. اليوم بلش طبعا دوام الموظفين وأيضا الامتحانات والمدارس والجامعات رح ترجع ابتداء من اليوم. عجلة الحياة لازم تستمر، عم نشوف انفراجات على أصعدة عدة، انعكاسات لبعض القوانين والمراسيم الأخيرة عم يشهدها الشارع السوري من خلال انخفاض الأسعار. يا رب هذا الشهر يكون شهر الخير والبركة على الجميع. ديروا بالكم على حالكم وعلى صحتكم، حافظوا على الإجراءات الاحترازية. أكيد بدنا نقول كمان شعنينة مباركة لكل المسيحيين من طوائف طبعا اللي عم تحتفل اليوم بعيد الشعانين. كل عام وأنتم بخير. خلونا نروح لفاصل ونبدأ صباحنا غير. اليوم 25 نيسان، شو صار بمثل هاليوم؟ خلونا نتابع برزنامة التاريخ مع بعض. اليوم 25 نيسان، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم وكانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1792 قاطع الطريق الفرنسي نيكولا جاك بيليتيه
يدخل التاريخ كأول شخص يعدم بالمقصلة. ومثل اليوم من عام 1926 ظهور أول آلة بيع آلية لبيع بطاقات الدخول ألمانية الصنع في اليابان. ومثل اليوم من عام 1954 إنتاج أول خلية طاقة شمسية ذات كفاءة عالية في مختبر بيل. وبعام 2005 وفاة 107 أشخاص في حادث تحطم سكة الحديد في اليابان. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1874 ماركوني، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1909. ومن الشخصيات اللي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1744 أندرس سيلسوز، عالم فلك ورياضيات وفيزياء سويدي. واليوم 25 نيسان هو يوم الوعي بمرض الملاريا. هي كانت أبرز الأحداث اللي صارت مثل اليوم 25 نيسان. نهاركم سعيد. أما هلأ فرح صار الوقت لنتعرف على أبرز الأخبار بجولة على الأخبار المنوعة حول العالم. رصد السكان المحليون في سماء مدينة روستوف الروسية ومقاطعة روستوف ظاهرة غريبة، حيث ظهرت في السماء بضع كرات نارية مضيئة خلفها جرم سماوي محترق مجهول. وإلى خبرنا التالي لليوم، طور العلماء أول مادة بلاستيكية قابلة للتحلل الحيوي بغضون أسابيع قليلة عند تعرضها للحرارة والماء. ومع ذلك قام باحثون من الولايات المتحدة بدمج أنزيمات آكلة للبوليستر محمية بغلاف خاص في بلاستيك وبوليستر أثناء تصنيعها. وعند تعرضها للحرارة والماء يتم إطلاق الأنزيمات بواسطة أغلفتها، وتعمل على تفتيت البلاستيك إلى الأجزاء المكونة له. منذ أيام بدأت عدد الجهات بالترويج لتطبيق مضلل على الإنترنت، ويدعي مطوروه هذا التطبيق إلا أنه الأمر يتعلق بتطبيق يسمح فقط بتغيير خلفية تطبيق الدردشة والتراسل الفوري واتساب، فيما هو بالحقيقة تطبيق مضلل يحتوي على برمجية خطيرة تهدد سلامة المستخدمين على أندرويد. ورغم أن هاي الحملة بدأت أولاً بالهند، إلا أن صدى هذا التطبيق المضلل ما لبث إلى أن انتقل إلى أماكن أخرى في العالم، حيث ظهر تطبيق مضلل يحمل اسم واتساب بينك، يدعي مطوروه أنه تغيير خلفية إلى اللون الوردي على خلاف اللون الأخضر الشهير. وكما يمكن أن تخمنوا ذلك، فإن هذا التطبيق غير موجود على البلاي ستور لأنه تطبيق غير شرعي، حيث يتم نشر رابط التحميل على بعض المنتديات وكذلك المواقع. رح نبلش أولى محطاتنا مع المساحة الطبية، ويمكن كتير من الأسئلة بتدور حول صيام الحامل بشهر رمضان، وخصوصا بالأشهر الأولى من الحمل اللي بيكون بعض السيدات عندها عوارض للحمل مثل التقيؤ، فقدان عدد من السوائل. قديش الغذاء بيأثر على المرأة الحامل؟ من تستطيع أن تصوم ومن لا تستطيع؟ كل الأسئلة رح يجاوبنا عليها لليوم ضيفنا الدكتور هيثم عباسي، اختصاصي بالأمراض النسائية وأستاذ بجامعة دمشق. صباح الخير واهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور، الله يخليلي اياكم، وكل عام وانتم بخير ومبارك مع الجميع، وشعنينه مباركه للجميع كمان. رمضان كريم دكتور، اهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن المراه الحامل يلي دائما بيكون كثير عندها تساؤلات، بقدر صوم؟ قبل ما نبلش نحن، كيف المراه الحامل لازم تتحضر للصوم؟ في تحضيرات معينه او لا؟ الاول شيء لازم نحن نعرف شو هو الحمل. الحمل هو حاله فيزيولوجيه طبيعيه، يعني شيء طبيعي بيحدث للمراه خلال فترة 9 أشهر تم فيها نمو الجنين
بمراحل مختلفة، وأهم مرحلة هو مرحلة الأولى فيه لبناء الجسم الصحيح بهذا جسم الجنين، ومن ثم بتتطور الخلايا بعد ما يتم بناء الأساسي للجنين. فعملية الصيام بشكل عام فيزيولوجيا أو بشكل طبيعي لها تأثيرات كبيرة على الجسم بشكل عام، لا أخص فيها لا المرأة ولا الرجل، بشكل عام لها تأثيرات كبيرة. عندما يكون الصيام يتجاوز العشر ساعات، وخاصة ليس الغذائي فقط السوائل، تمام، عندما تزداد الفطرة عن العشر ساعات بصير في عنا عمليات ضبط للسوائل في الجسم، فمن هون بتبقى عندنا مشكلة تتزاد للجسم للرجل أو المرأة. بعد العشر ساعات بصير عندها قلة عمل للكليتين للدوران الدموي، هذا بحد ذاته بسبب عنا عملية وهط وتعب للإنسان. فعمليا المشكلة مو بالغذاء الطعام، مشكلة بالسوائل. فالمرأة الحامل عندها بخلال فترة الحمل يزداد عندها الأيض، يعني يزداد عندها الاستقلاب 3-4 مرات أكثر من المرأة العادية. فعمليا عمليا استقلابها أو استهلاكها للأكسجين، استهلاكها الغذاء، استهلاكها الماء، حيكون في دوران أكثر من المرأة العادية. فعمليا هي المرأة إذا عندها فترة الصيام طويلة يكون في صعوبة جدا أنها تعمل عملية مكافأة لهالضياع الكبير من السوائل، وخاصة إذا كان الجو فيه حرارة عالية وفيه جهد. فالمرأة اللي عندها جهد وفيها تعرض لحرارات عالية مثل الشوب وإذا آخره، هذا معناتها في عندها عملية نتح للسوائل من جسمها أكثر من المرأة العادية، ففي صعوبة بالحالة هي بالصيام. أما كيف تصوم أو ما تصوم، هذا الموضوع من الناحية الطبية يفضل هو عدم الصيام. ففترة الحمل بإمكان المرأة تعوضها فترات ثانية لسلامته وسلامة الجنين، يفضل أخذ الحذر في هذه المرحلة حتى ما يتأثر عندها الدوران الدموي بهالكمية هاي، خاصة أنه بعد 10 ساعات رح يصير في عندها عجز بعملية الاستقلاب. نعم. طب دكتور، بعض الأقاويل بتقول أنه الصيام ممكن يعجل بالولادة عند المرأة الحامل، صحة هذا المقولة؟ هل فعلا ممكن يأثر؟ عملية الصيام بحد ذاته هو عملية منشطة للجسم السوي والسليم. حتى أحيانا الصيام بفيد كتير أمور عندنا بعد الجياع 10-12 ساعة، إيقاف السكريات وإيقاف الأمور، بفيد كتير بعوامل استقلابية وبيأثر على العصائد الوعائية وعلى الخلايا الخبيثة. أما العلاقة المباشرة له بالعملية الإجهاض المبكر أو عملية إسقاط أو عملية الولادة المبكرة، ما في اتصال مباشر. هو المشكلة عندنا نحن بصير بتعب بالجسم، بصير عندنا بعض الأعضاء لا تقوم بوظائفها بشكل كامل، ومن هذه الوظائف هي أهم شيء المشيمة المرافقة للجنين ضمن الرحم. وقت المشيمة هي بصير تتعرض لكمية كبيرة من الضغوطات في السوائل وعملية التوازن الشاردي، بصير عندها عجز بعملها، بصير تكبر في السن المشيمة أكثر من اللازم، هذا يؤدي إلى سوء عمل المشيمة، والمشيمة هي التي تحافظ على الجنين ضمن الرحم. وضع استقلاب جيد، وضع توازن هرموني جيد، بضل محافظ الجسم على حفاظه للجنين. لكن عندما تهرم بشكل مبكر المشيمة بصير إطلاق هرمونات معاكسة للجنين تؤدي إلى الولادة. فهون الصيام بالحالة بجوز يأثر مباشرة عنا على الحياة الحيوية للمشيمة المرافقة للجنين. نعم دكتور، كثير من النساء يمكن بيكون وضعهم الصحي غير مستقر اثناء الحمل، بدهم يصوموا، فخلينا نعرف شو هي المخاطر او المحاذير اللي حضرتك ممكن تنبه عليها في حال وجود مشكله معينه عند المراه الحامل. هلا احنا عندنا الحمل وامراض الحمليه. الحمل مثل حكينا حاله فيزيولوجيه طبيعيه، لكن احيانا يترافق الحمل عندنا بعده امور. عندنا اول شيء بيكون عن انسمامات بعد تشرب تقولوا عنا، بيكون عنا اقياءات، عنا ترفع حروري، عنا وهن عام، عنا دوخه، عنا نعاس. هذه اسباب مرضيه، ما لها اسباب فيزيولوجيه، وتزداد طردا مع تطور محصول الحمل. اما الصيام بهالحاله هي لن يكون في امكانيه الصيام اذا وحده عندها مشاكل بالضغط او اذا عندها مشاكل بالسكر او اذا عندها مشاكل اقيائيه. يعني احنا ما بصير مثل نقول نتجاوز القوانين كلياتها مشان رغبه ذاتيه. حتى الإله في حال إذا في مرض أو في مشكلة يفضل عدم الصيام. نعم. فالمرأة اللي عندها عدة مشاكل، إن كانت بالجزء الأول من الحمل ولا الجزء الثاني من الحمل، في أمور معينة، إذا كان عندها اضطرابات سكرية، إذا كان عندها اضطرابات الضغط، اضطرابات استقلابية، اضطرابات بالوزن، عندها وزمات، بهالحالة هي حتى بدون العودة للصيام هي عندها مشكلة. نعم.
فكيف بدها لسه اذا تعمل جهد اكبر على الجسم فرح تزداد المشكله تفاقم عندها. هون شو المضاعفات اللي ممكن تصير عند المراه الحامل سواء مصابه بالسكر او الضغط؟ هلا اذا عند المراه الحامل عندها مشكله بالسكر، عندها نوعين من السكر بده يصير، اما سكر حملي واما سكر عندها اياه مكتسب خلال فتره الحمل. نعم. او سكر اساسي من اساسي ولد، اذا كان سكر الموجود الاساسي هو مرتفع في الحياه عندها سكر شبابي، اذا كان سكر حملي راح يتظاهر عندها بعد الشهر الثالث. على نوعين السكر هذلون يجب العلاج لهم في فتره الحمل فقط في الانسولين ليس في الادويه الحب. فبامكان باي لحظه عندها اذا لم تاخذ الجرعات المناسبه او صار اضطراب استقلابي ان يصير انهيار عندها بالسكر، ليس فقط ارتفاع، انهيار بالسكر وتدخل بحماض. بجوز يؤدي هذا لاستهلاك عمليه كبير في عمليه الخلايا العصبيه عندها، يؤدي الى اعتلالات عصبيه مركزيه عندها ولا شفاء منها بعدين. يعني عندها سكري ما بصير تخاطر ولا باي شيء من الاشكال مثلا تعمل صيام لا ان كان في رمضان ولا خارج رمضان. يعني ومثل ما كمان امراض السكر والضغط مثلا بترافق دائما السكر مع ضغط كبير فتره طويله، كمان بصير عندنا نحن هون عمليه الاستقلاب المرتده، هون بصير عندنا شو عندنا؟ بصير عندنا سوء كمان بالضغط. فعندها بصير عندها مشكلتين المراه بالحاله هي. يعني هون بكون في عجز عندها جسدي كامل، ماني عارفان يعني هون كيف بدها تكون تقوم بالصيام ولا باي نصيحه يجب انها تقوم بالصيام. يعني مثل ما حكيت دكتور في كثير حالات يعتبر الصيام فيه خطر على حياة المرأة الحامل، ولكن بالعموم في بعض السيدات بالأشهر الأولى بيكون الوضع عندهم مستقر وبيحبوا أنهم يصوموا، أنه بيقولوا لا نحن أمورنا مستقرة ما عندهم أي أمراض ولا أي أعراض تعيق هذا الشيء. شو النظام اللي بتشوفه جيد وكيف بتنصح طبعا السيدة خصوصا من السيدات اللي بيراجعوك بالعيادة واللي بيكون حالتهم الصحية بتساعدهم أنهم يصوموا شهر رمضان؟ بشكل عام نحن اذا كانت الامراه جسدها سليم، الحياه اليوميه عندها متزنه، عندها امكانيات استراحه جيده، ما عندها ضغوطات عمل، عندها عمليه تواجد منزلي فتره طويله، امكانيه الغذاء جيده عندها، ما في عندها فقر دم او مشاكل مرضيه اخرى، بامكانها تقوم بالصيام اذا حسنت نوع الوضع الغذائي تبعها، ان تعاود السوائل بشكل جيد. حتى بنوع الغذاء يجب ان يكون من الخضار المليئه بالسوائل مثل الخس، الخيار، البندوره، ما شابه ذلك، التخفيف من المواد العجينيه او النشويه التي تاخذ امتصاص كميه كبيره من المياه تؤدي الى العطش ثاني يوم. في الحاله هي هي وقت تقدر تؤدي هذا البرنامج وتشرب سوائل تتجاوز 2 لتر خلال فتره الافطار بامكانها بدون عجز ان تصوم في اليوم الاخر. اما اذا كان عندها الامور الدنيويه والحياتيه صعبه فبصير عندها استهلاك من جسدها اكبر من اللازم ويسيء الى وضع الجنين بشكل عام. نعم. هون خلينا نعرف دكتور بالتفصيل، المراه الطبيعيه بحالتها الطبيعيه اللي عم بتصوم وما عندها اي مشاكل، هل من الممكن انه تدخل باضطرابات معينه؟ شوفي نحن مع تطور شهر رمضان يعني كل يوم نحن عندنا بكون في عندنا اليوم اللي بعده اصعب من اليوم اللي قبله. دائما الجسم يستهلك مخازن الاحتياطيه كل يوم برمضان. نعم. مشان هيك الاول 10 ايام بيكون برمضان اسهل من ثاني 10 واسهل من ثالث 10. فالامراه اللي بتكون صيامها سليم في اول 10 ايام بجوز يصير عندها مشاكل في العشر الثاني والعشر الثالث. هو السبب هذا هو تراجع المخازن الموجوده في الجسم. طبعا هو بنرجع لك يا كمان بجوز احنا اذا المراه سليم ما فيها شيء مو بس تراجع المخازن في الجسم، بجوز يكون عندها مشكله بطريقه نوع غذاء اللي عم تمضيها باليوم. نعم. يعني مثل ما حكينا اذا اعتمدت المعجنات، اعتمدت البقوليات بشكل كبير وخففت الخضار وكثرت من الاملاح اكيد ما راح تقدر تستمر بالصيام تبعها، وبعدين راح تدخل بمشاكل اكثر. هلا نحن بشكل عام مثلا اذا بناخذ نحن الصيام بشكل عام على الشكل الفيزيولوجي للانسان للمراه والرجل، بنلاحظ انه كثير بيجيني بيراجعنا بعد اليوم 15 او ال 20 من رمضان بالام في اسفل الظهر في منطقه الكليتين ولزياده كثافه الرمال الرمل الموجود او تحرك الرميلات الصغيره موجوده، ذلك لقله السوائل والضرار البولي. فهذا معناته المشكله انه كل ما تطور رمضان هو بجوز تظهر لنا الاعراض المرضيه المخفيه. فالمراه السليمه اذا ما صار معها شيء بامكانها تصوم اذا طبقت اللي قلت لك عليهم هذول كلياتهم الشروط، اما اذا عندها اي اعراض رح يتفاقم العرض تباعا مع رمضان. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي بشكل عام كمان، ايضا في عدد من السيدات ممكن يعانوا من امراض معينه نسائيه تاثر عليهم اثناء الحمل، شو هن وشو هي الامراض اللي ممكن تاثر وامتى بنقول خلص لا هون مهما كان ممنوع من عم باتا الصيام؟ هلا نحن بشكل عام عندنا الحمل عاليات الخطوره. الحمل عاليات الخطوره هي النساء اللي عندهم مرض الضغط
او امراض قلبيه او سكر مزمن او اعتلالات رئويه او عندهم اعتلالات عصبيه. هدول من الامراض المزمنه وتسمى حموله عاليه الخطوره، اللي بيخضعوا لعلاجات متزنه ومتوازنه خلال فتره حياتهم قبل وبعد وخلال حمل. يعني هدول عندهم ادويه بشكل دائم. كثير في عندنا حالات بيكون في درجات المرضيه موجوده اعلى من الحمول الطبيعيه، فحتى بنمنعهم من الحمل بشكل عام وليس فقط في الصيام، بنمنعهم من الحمل. يعني الامراض القلبيه مثلا او الصمامات القلبيه هي يفضل في تاثير للحمل على صحته، في تاثير كبير تؤدي احسن لوفاه الام. عندنا السكري المزمن بيؤدي لنا لمشاكل كبيره، مشاكل حتى بتشكل الجنين، مشاكل بحجم الجنين، بعمليه الحمل، وبالعكس وبالمقابل كمان بيزداد عندها مشاكل الام، مشاكل تخثريه، مشاكل ارقائيه. يعني ما احنا ما المشكله بصفه عنا بس انه عمليه الصيام أو هي الامراض عاليه الخطوره تؤدي لمشاكل بشكل عام او لاختلاطات مرضيه قبل ولا بعد الصيام. فمشان هيك هدول الخاضعات لعلاج مزمن مثل اي انسان عنده مشكله بالكليه، عنده مشكله بالضغط، عنده مشكله بالسكر، ننصحه بعدم الصيام. يعني هون ما عاد صفه مشكله اختيار او اراده او والله رغبه، هون في عندك انت اما مقابل حياتك بده يصير شيء معين. فهالامراض عاليه الخطوره كثير تنتبه المراه، مثل ما حكينا السكري، الضغط، امراض الرئتين، امراض الكلى، هذا اللي ينتبه فيهم جدا جدا، انه لانه اي لحظه نحن بنعتل باخذ الدواء بشكل جيد يؤدي الى اعتلالات شديده واختلاطات كبيره. نعم. دكتور، إذا بنحكي عن صحة الجنين اللي هي طبعا ما بتنفصل عن صحة الأم الحامل، فخبرنا شو هي ممكن الأضرار اللي بتلحق بالجنين؟ هل ممكن يسبب نقصان الوزن أو أي أعراض أخرى؟ وعلى المدى البعيد، خلصنا مثلا من شهر رمضان الكريم بخير وصحة، هل ممكن أن تظهر أعراض سبب الصيام لفترات طويلة؟ اليوم فترات الصيام عم تتجاوز العشر ساعات وهي فترات طويلة، هذا الشيء ممكن يأثر لبعدين؟ هلا بشكل عام نحن الجنين عندنا بيمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى ثلاث اشهر هي تكون الجنين. تمام. في هذه المرحله يجب ان تكون العنايه شديده بالامراه حتى لا يظهر اي تشوهات جنينيه خلقيه. يعني نحن الجنين بيمر بعده مراحل والتشوهات تمر بعده مراحل. اذا حدث اي تشوه او اعتلال في تشكل الجنين اول ثلاث اشهر سوف تكون عنده آفه مزمنه مدى الحياه وظاهره. اما ثاني ثلاث اشهر وثالث ثلاث اشهر بجوز الجلد العضوي يكون شغال او غير شغال العضو بجسمه. اما الصيام بشكل مباشر هو تاثيره على الجنين ما له تاثير مباشر، هو تاثيره على الام. يعني هي على حامل الجنين. حامل الجنين اي اعتلال بده يصير عنده باي جهزته خلال فتره رمضان سوف يكون بالمقابل هالاعتلال موجه كمان للجنين. هالجنين هذا بجوز يصير عنده سوء بعملية الاستقلاب، يعني الأكسدة والإرجاع، ويصير عنده سوء الأكسدة والإرجاع عنده بتأثر نمو الجنين، بتتأثر أهم شغلة عنده المجموعة العصبية، الجملة العصبية، بجوز يصير عنده مشاكل لا سمح الله بالذاكرة، بجوز يكون عنده بعملية العملية التوازن العصبي بجسده، بجوز يصير عنده مشاكل توارد العصبي بين الجسم والأعضاء، بجوز يصير عنده عملية لا سمح الله مثلا بجوز حالات من الصرع يصير عنده الجنين. هلا غير هالقصة هي بجوز يصير عنده مشاكل كمان عنده بالحركية تبع الجنين، معناتها بس هذا لا يحدث لازم يكون متأثر جسم الأم بشكل كبير. فالتأثر جسم الأم بشكل كبير برمضان بحد ذاته كصيام ما له التأثير الكبير، بس احنا إذا اعتل جسم الأم مشكلته إنه الاختلاط هذا غير عكوس، يعني إذا صار اختلاط عند الأم والاختلاط ورد للجنين، هالجنين ما راح يصير اختلاطه عكوس، يعني إذا صار في إصابة بالجميلة العصبية عند الجنين لن تعود للعمل مرة أخرى، هذه هي القصة. نعم. بختام حديثنا دكتور، أهم النصائح اللي بتحب تقدمها اليوم لكل السيدات بشكل عام الحوامل إن كان بالأشهر الأولى أو بالأشهر الأخيرة، بعيدا طبعا عن السيدات اللي حضرتك قلت أنه هن ما بتصير يصوموا، شو أهم النصائح اللي بتحب توجهها؟ أهم النصائح، المرأة يجب أن تعرف إمكانية جسدها في حال الصيام أن تؤدي الواجب الصيامي على ألا يتعارض مع صحتها وصحة الجنين. الموضوع الثاني عدم أخذ الأدوية للمرأة بشكل عام لتأخير الدورة للصيام أو ما شابه ذلك، لأنه هذا مضر جدا جدا بالصحة عند المرأة، وهذا كثير عم يصير هلا للأسف الشديد. هذا الشيء مسيء للجسم بشكل كبير، لأنه نحن عم نلعب على المحور الهرموني وهذا مقابله ممكن يقدم اعتلالات كبيرة. معناتها يجب التوازن في أخذ الدواء، التوازن في الغذاء، التوازن بصحة الإنسان وأخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. ما نجور على الجسد، لأنه نحن بجوز
ننفذ الصيام لكن يدفع الثمن الجنين بعدين. نعم، كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لناها، واكيد نتمنى الصحه والسلامه لكل الامهات اللي حيصيروا يمكن امهات جديدات مثل ما بنقول، او حتى اللي عندهم تجارب سابقه، والاستشاره دائما استشاره الطبيب اللي هي كثير ضروريه، نسمح او ما بنسمح بالصيام. الله يعطيكم العافيه. شكرا. واتمنى للجميع صياما مغفورا، وعلى كل عام وانتم بخير. وانت بخير، شكرا لك دكتور لكل النصائح اللي قدمت لنا اياها. اهلا وسهلا. أكيد سلمى، ننتقل لمحافظة طرطوس اللي لها نصيب كتير كبير من الطقوس الرمضانية المميزة، سواء من تنوع الأطباق أو حتى بالأعمال الخيرية. مراسلنا محمد حسان كان بالأجواء ورجع لنا بالتقرير التالي. تشهد أسواق مدينة طرطوس القديمة أجواء رمضانية مميزة، وأكثر ما يميزها هو تنوع الأطباق وطريقة عرضها بالمحال التجارية، بالإضافة للمبادرات الخيرية في هذا الشهر الفضيل. كثير مبادرة قوية مشان العمل الخير، أجواء رمضان مميزة دائما بطرطوس هون والعمل الخير الموجود فيها. أجواء رمضان طبعا خير وصحة وعافية وعلى الجميع، هيك الله يجعله سنة الجاي يبارك على الجميع يا رب. بنشوف الخير غربي شهر الخير يعني. الأمور الوضع بتعرف صعب شوي بس الحمد لله هلا كله تمام. أجواء رمضان كيس كثير كثير بطرطوس، وخاصة بشارع المينا وشارع الساحة والبرانية بتواجد بتلاقي هيك روحانية رمضان موجودة. الحمد لله رب العالمين، أجواء رمضان هالسنة غير شكل يعني، وهلا بعد ما نزلت الأسعار وكذا صار يعني الواحد فينه يقدر يشتري ويبيع وكذا، عم نشتري يعني بالرخص، نبيع بالرخص للمستهلك بس شوي. أجواء رمضان كتير كتير منيحة وأجواء كتير تمام الحمد لله. والله في بهجة هالسنة يعني الحمد لله، والأسعار الحمد لله رخصانة كتير. شهر البركة، شهر الإيمان، شهر الصيام، شهر المحبة والألفة بين السوريين. أجواء رمضان بطرطوس تمام الحمد لله، وكل عام أنتم بخير جميعا، ورمضان مبارك على الجميع. طقوس وعادات رمضانية متأصلة، وإقبال كبير على الأسواق قبل موعد الإفطار، خاصة بعد هبوط أسعار المواد الغذائية والتموينية بمختلف أنواعها. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. سلمى، محافظة ريف حما تحديدا رح يكون لها وقفة مميزة معنا، فتستمر حملات التجهيز في مدينة السلمية بهدف زيادة المساحات الخضراء من قبل مجلس مدينة السلمية والفرق التطوعية والجمعيات الخيرية في المدينة، وبدعم أيضا من مؤسسة الأغا خان للتنمية الحضرية مستهدفة الحدائق والشوارع العامة. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. يا بلادي خضرا رزقك فوار، محروس بعين القدرة تبقى هالدار. تستمر حملات التجيري في مدينة السلمية بهدف زيادة المساحات الخضراء من قبل مجلس مدينة السلمية والفرق التطوعية والجمعيات الخيرية في المدينة، وبدعم من مؤسسة الأغا خان للتنمية الحضارية مستهدفة الحدائق والشوارع العامة. نحن نقوم اليوم بحملة ثانية لحملة التشجير التي بدأناها الشهر الماضي ضمن مدينة السلمية. هذه الحملة مدتها يومان، الجمعة والسبت، والأسبوع القادم كما أيضا الجمعة والسبت. عدد الشجيرات التي تقدر بحدود 2400 شجرة، وهي بأنواع متنوعة. طبعا الهدف من هذه الحملة هي توجيه رسالة للعالم كله انه نحن رجعت سوريا آمنة، رجعت سوريا مثل ما كانت واحسن بفضل هذا الشعب، بفضل انتصارات جيشها وتحقيق الامن والامان. الهدف نخلي هوانا نظيف ونخلي الشجرة دائما هي دعامة للاقتصاد الوطني، هذا كتير شيء مهم، ونحن هون كتير مهم انه نعمل بيئة نظيفة. شاركنا بهذه الحملة تعزيز التماسك المجتمعي، والهدف زرع غرسة مع قطرة أمل لإدخال الفرحة على قلوب الناس. حملاتهم تدعو إلى العمل الطوعي وتعاون الأهالي على الاهتمام بالأشجار والحفاظ عليها لما لها من أهمية بيئية وجمالية. نشارك بهالفعالية الحلوة حتى نزرع
الأمل والبسمة والتجدد وغرسوا فأكلنا فلنغرس فليأكلوا. الحقيقة كتير في متعة بالعمل، روعة بالعمل، تضامن جميع الأخوة والأخوات من كافة المجتمعات المدنية والجمعيات الأهلية. رسالة إنه خصوصا إحنا بهالمنطقة، هاي منطقة سلمية، إحنا نعتبرها منطقة خضراء، ونتمنى دائما نضل هي خضراء، طبعا بتطور مع الشعب الموجود هون، شعب سلمية مع الفعاليات الموجودة. ألاف الغراس غرست في أرضها الطيبة من أجل تكثيف الغطاء النباتي ولتحسين وجهها الحضاري والجمالي للمدينة. من قلب مدينة السلمية، الأخباريات السورية، محي الدين فهد. هلا وصلنا لمساحة فيها كتير من النشاط والحيوية والصحة للجسم. بالعموم الرياضة هي أساس الجسم السليم، ولكن بشهر رمضان ممكن تختلف الآراء عند الناس. البعض بيقول الرياضة مفيدة كتير، والبعض بيقول لا خلينا نأجل لبعد رمضان، وناس بتقول قبل الإفطار وبعد الإفطار. أكيد سلمى، بيبقى السؤال شو هي الفترة الذهبية لممارسة الرياضة، قبل الإفطار أو حتى بعده؟ أكيد الحمية كتير ضرورية، كيف لازم نكون حميتنا صحيحة وما تنقصنا كثير من الفيتامينات أو حتى السوائل؟ كل هاي أسئلة رح يجاوبنا عليها الكوتش إيهاب الهاشم، حائز على المركز الأول لبطولة الجمهورية لعام 2000، المركز العاشر من بطولة العالم بالهند، وشهادة مدرب درجة أولى لعام 2012. صباح الخير كوتش. صباح النور. موجودة انه يعزز المناعة ويقلل من الشيخوخة ويخفض نسبة الانسولين بالجسم والسكر بالدم، فهي كتير مهمة وكتير ضرورية. نعم. كوتش خلينا هلا لو ننتقل سلمى، ننتقل طبعا بنعرف انه اليوم هو يوم احد الشعانين، بدنا نقول كل عام وانتم بخير لكل المسيحيين اللي عم يحتفلوا اليوم باحد الشعانين او صنف الاعالي، مبارك الاتي باسم الرب. اليوم ترتفع صلوات والقضاديس، رح نروح طبعا على كنيسه الصليب مع موفده الاخباريه سالي شار، ونتعرف طبعا على الاجواء الصلوات والقضاديس باحد الشعانين. واليك سالي، سعد صباحي. نعم نعم، صباح الخير لك سلمى ولا فرح. رمضان كريم وشعانين مباركة. اليوم مثل ما ذكرتي تحتفل الطوائف المسيحية بحسب التقويم الشرقي بأحد الشعانين، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم حيث رفعت أغصان الزيتون. القداديس الآن يعني ترفع، ومثل ما سامعين صوت الصلوات من الداخل، جموع أيضا من أجل الصلوات ومن من أجل رفع أيضا هذه الصلوات إلى الله، رجاء منه لسلام سوريا، لخلاص سوريا، سواء من الأزمات كافة والأزمات الاقتصادية اللي نحن عم نمر فيها. نحن متواجدين مثل ما ذكرتي سلمى بكنيسة الصليب المقدس، في باحة كنيسة الصليب المقدس. يعني هذا العيد هو ذكرى هو أكثر للأطفال، حيث ضاء الشموع كرمز أيضا، كرمز لنور جديد نحن رح ننطره، وأيضا ترفع أغصان الزيتون. تتزامن الأعياد مع بعضها، نظرا لأن سوريا مثل ما بنعرف هي نسيج متجانس، دائما أعيادنا هي واحدة وصلواتنا هي واحدة. هيدا الأجواء حاليا سلمى وفرح، يمكن نكون برسائل تانية لنشوف طبعا في شيء هلأ ممكن يحضروا له اللي هو دورة الكشاف، إن شاء الله بنقدر نوافيكم برسائل تانية. شكرا لك سالي. بنرجع بنقول للكل احد شعانين مبارك، صحه والسلامه والخير للجميع. اكيد اكيد شعانين مباركه، وبدنا نشكر زميلتنا سالي ايضا. وبنرجع للكوتش ايهاب، الفتره الذهبيه كوتش امتى بتكون؟ هذا السؤال دائما يمكن بتنسال كثير عليه، كتير قبل الفطور او بعد الفطور وليش؟ هلا طبعا حسب طبيعه الجسم، يعني هلا احنا اذا بدنا نحب نحرق فات تمام، في عنا دهون كتيرة، فإحنا الأفضل إنه إحنا نتمرن قبل التمرين قبل الإفطار،
تمام. وإذا إحنا كبناء عضلات لازم يكون تمريننا بعد الإفطار. وإذا جسمنا يمكن بشكل طبيعي الجسم يمكن بس مجرد لياقة أو مجرد أنه هو يحرك عضلات جسمه، أنت بتنصح؟ طبعا الأفضل يكون بعد الإفطار عشان ما نفقد سوائل كتير من الجسم. طيب كوتش، خلينا نحكي شوي هيك، اليوم في ناس بتسأل أنه تكثيف التمارين ممكن يأثر على بناء عضلات للجسم، هاي المعلومة صحيحة؟ وشو بتنصح يعني مثلا إذا شخص بده مثل ما بيقولوا يعمل جسمه صح بس ما بده كمان يعمل عضل، يعني وخصوصا الصبايا يمكن؟ هلأ دائما احنا بنتجه للاتجاه طبيعة الجسم. هلأ الكثافة بشهر رمضان احنا بنحاول ما نكون كتير عالية، فلازم تكون محدودة بهذا الوقت بالذات مشان احنا ما نخسر او يصغر عنا من الالياف العضليه الموجوده بجسمنا. نعم. كمان كثير من الاشخاص بيكونوا حابين ينزلوا وزنهم وبيشوفوا يمكن من شهر رمضان هو فرصه لهذا الشيء، قد ايه هذا الشيء ممكن يتحقق فعلا بشهر رمضان او لا؟ فينا نستفيد منه كثير. احنا حرق الدهون تمام بيكون عندنا قبل الافطار بشي ساعه للساعه وربع، فينا نعمل فيهم 40 دقيقه حركات هوائيه بين كارديو ومشي وعضلات البطن، فاحنا بنستفيد منهم بشكل كتير منيح، خصوصا اذا بنخلي فتره زمنيه بين الافطار والتمرين من الربع ساعه لل 25 30 دقيقه. طيب كوتش، خلينا نحكي مين الاشخاص اللي مثلا او الاخطاء الشائعه اللي بتنصح انه هن ما يعملوها وخصوصا اثناء ممارسه الرياضه برمضان، شو الشغلات اللي بتقول لهم بعدوا عنا لا تساووها هلا اجلوها لبعد شهر رمضان؟ هلا طبعا هو النظام الغذائي بيلعب دور كثير بهذا الشيء. هو في عندنا اشخاص تمام بيستنوا هذا الشهر ما شاء الله، يعني حتى سكريات وحلويات ودسوم الاكل، فاحنا احيانا من وجبه واحده بتلاقينا خلاص اكتفينا بكل شيء. المفروض يكون في عندنا نظام صحي ودقيق، لان احنا نقدر نفوت شيء 3 لـ4 وجبات بهذا الفصل. كوتش، خلينا نحكي عن هذا الموضوع بتفصيل اكثر. اليوم الاشخاص يلي بدهم ينقصوا وزنهم فهن بيحتاروا انه نحن نزلنا على النادي ومارسنا الرياضه طلعنا بدنا نفطر، فنحن بصير نحن نتمرن ودغري نتناول وجبه الافطار، او هذا الشيء غلط، او نحن بنفطر وبننزل بنحرق اللي اكلنا، او كيف بيكون؟ هلا بده يكون بيننا وبين الافطار مثل ما ذكرت ربع ساعه لتقريبا للثلث ساعه هون بين الصيام والافطار، ولازم يكون في عنا وجبة كتير متكاملة وصحية. يعني احنا ما فيني فوت دغري على الافطار بدسوم وكوسة ونفترض شغلات عالية او نشويات تماما. احنا المفروض لازم يكون في عنا وجبة متكاملة هي عبارة عن البروتين والكربوهيدرات والالياف، وزائد هذا الشيء يكون في عنا نسبة سوائل من البداية، زائد التمور لانه احنا سكرها كتير منيح بفيدنا. نعم. طيب كوتش، اليوم يعني الرياضة هي عالم واسع، في كتير طبعا. أشخاص بيكونوا كمان رياضة بالنسبة لهم هي جزء من حياتهم احتراف، فالتعامل معها برمضان هل بيكون مثل الأشخاص العاديين اللي هو نازل بس بيعمل تمرين بشكل يومي؟ لهدول الأشخاص المحترفين قديش بيختلف حتى نظام الرياضة عندهم اللعب؟ أكيد بيختلف تماما. حنجيب مثال، مثلا انا عم حضر هلا لبطوله العرب، فالنظام بيختلف تمام كثير عن العالم العاديه بشهر رمضان. هلا على الافطار مثل ما ذكرت انا بتمرن بعد الافطار، في عندي تقريبا وجبتين لاقدر افوت على التمرين، فهن بده يكونوا متكاملين. فيني اخذ متمم غذائي على البدايه بدايه الافطار، وبعدين اخذ تمر، وبعد فتره يعني وجيزه 5 لـ6 دقائق فيني اخذ شوربه وكارب اللي هو الرز، ووجبة الدجاج مع وجبة الخضار. هاي بنقول وجبة متكاملة. بننطر تقريبا لساعة ساعة ونص فيني اخذ شيك تمام اللي هو بروتين مصنع، فيني احط معه موزة، فيني احط معه معلقة زبدة فستق واضربهم على الخلاط واخذهم، بعد ساعة فيني فوت على التمرين. نعم. طيب كمان كوتش، خلينا نحكي بالتفصيل عن بعض الاشخاص اللي بيخافوا من انه يمارسوا الرياضه بهذا الشهر الكريم، بيقولوا ممكن يصير معنا جفاف، ممكن يصير معنا بعض المشاكل. عم نحكي نحن خاصه عن الاشخاص الطبيعيين اللي ما بيعانوا من اي امراض وبيعرفوا حالهم، مثلا ما في ضغط، ما في سكر، ما في اي مشاكل ثانيه، ممكن يصير في جفاف خلال ممارسه الرياضه؟ لانه مثل ما بتعرف كوتش اللاعب بده كميه مي وهو عم يلعب.
صح تمام هذا الحديث. هلا هي بتيجي النصيحه من الكوتش، تمام؟ يا بقول له انه انت مفروض تتمرن قبل التمرين، قبل الافطار، يا بعد الافطار. فهو الافضل يحبذ دائما انه يكون بعد الافطار اذا هو عم بيصوم، اما اذا ما في صيام فهو ما ممكن نوقع بهي المشاكل. ايه ممكن نوقع. طيب كوتش، خلينا نحكي اليوم مثل ما قلت النظام الغذائي كثير مهم رمضان، ولكن برمضان بيصير اكثر اهميه. كيف توزيع الوجبات للي بيلعبوا رياضه بعد الصيام؟ كيف بتنصحهم خصوصا انه في ناس بتيجي لعندك تعمل لها انت نظام غذائي يتناسب مع نوعيه الرياضه اللي هي اصلا انت بتختارها تتناسب مع جسمهم؟ طبيعي هلا احنا لازم ناخذ وجبتين قبل التمرين وناخذ وجبتين بعد التمرين عشان يكون في عندنا تناسق مزبوط. يعني انا ما فيني اخذ مثلا نفترض وجبه واحده وفوت على التمرين واخذ بعدها وجبه ثانيه وجبه، فالافضل يكونوا موزعين، يعني من الساعتين للساعتين ونص يكون في عندي فترات وجبات، ويكونوا ما بشكل كثير كبير، يكونوا نستفيد منهم بشكل منيح اللي هن الكارب دائما والبروتين والالياف، عشان احنا نستفيد بشكل عام لهذا الجسم اللي احنا عم نفوت له كميات بشكل صحيح. هلا السؤال يمكن شوي الصبايا يستغربوا انه بعض الصبايا ما بدهم ينزلوا وزنهم، مثلا ما بدهم يزيدوا الوزن خلال شهر رمضان، بيسالوا دائما احنا شو لازم نعمل، فكوتش شو بتنصحهم بتوزيع الاكل؟ ما بدنا احنا دهون، بدنا جسم ممتلئ وجميل مثل ما بتحب السيده، وشو هي الرياضات ممكن اللي بتناسب هذا النوع من السيدات خصوصا؟ كثير منيح هذا الحديث وهو شكل يعني مفيد انه احنا الصبايا بدنا نزيد وزننا، فاحنا فينا نضيف سناكات بشكل كثير منيح، فينا نفوت فواكه بين الوجبات بشكل تمام، وفينا ناخذ برتقان، فينا نفوت موز، فينا نفوت معلقه زبده فستق بين وجبه الافطار ووجبه السحور. في شغلات معينة ممكن تمنع عنا السيدات يمكن اللي حابين ينزلوا وزنهم؟ نحن مثلا ممنوع نقرب عن السكر، ممنوع نقرب مثلا عن، شو هي المحاذير اللي بتقول لهم ممنوع منعا باطنا نحن نقرب عليها؟ طبعا هي السكر هو من العنصر الأول والأساسي. التمر من ضمنهم كوتش؟ هلا هو سكر سريع، هو أحادي يعني طبيعي، احنا ما بنبعد عنه بشهر رمضان لأنه احنا بحاجته، بس مو كميات كثير عالية، ناخذ من 3 حبات للخمس حبات اكثر شيء، حد اعلى. هلا احنا الخبز كمان ما بنقرب عليه، الدسوم كثير العاليه المصنعه كمان ما بنقرب عليها. طيب كوتش، بعض يعني المقولات اللي بنسمعها او حتى من الاخصائيين التغذيه او بالعموم انه عن تناول التمر بين فردي وزوجي وقديش بيأثر؟ طبعا هلا احنا دائما التمر لازم ناخذه فردي بهذا الشكل، ما بناخذه زوجي. طيب كوتش، هلا اذا بدنا نحكي نحن عن حاله ثانيه، انه قلنا انه نحن لازم بعد الافطار لكثير من الاشخاص انه يتناولوا وجباتهم، انت بتعرف كوتش لبين ما يجي وقت السحور كمان ممكن يكون في سناكات تختلف من شخص لثاني وحسب قد ايه بحبها، شو بتنصح اهم السناكات يلي ممكن تكون مثلا غنيه بالفيتامينات يلي ممكن بتغنينا عن او بتحمينا من الجوع خلال اليوم الثاني من الصيام، بتكون مثل مخزون خلينا نقول؟ هلا نقول اذا احنا فتره في عنا فيها جوع كثير، هلا هنا السناكات فينا نفوت فريز، فينا نفوت موز، فينا نفوت تفاح، في هدول 3 اشياء كثير مفيدين وجيدين، الا اذا انا في عندي حاله جوع فظيعه، مثلا انا بالحميه وبقدر فوت مع الخضره، فيني فوت قطعه كوسه او قطعتين يعني بسدوا لي احتياجات المعده. يعني بتشوف انه الكميه هي الاهم من يمكن حتى من النوعيه بحد ذاتها، اذا نحن اخذنا كميات قليله يمكن بنرضي نحن شهيتنا وبنرضي حاجه الجسم، وبنفس الوقت يمكن ما بنكسر نظام الحميه يلي بعض الاشخاص يمكن كوتش بيلغوا الحميه خلال 30 يوم من شهر رمضان، بينزلوا بيتمرن لكن الحميه بيلغوها، هذا الشيء ممكن ياثر على بعدين اذا كانوا خسرانين وزن ممكن يرجعوا يكتسبوا هذا الوزن او لا؟ اكيد اكيد فينا يرجع يكتسب وزن زياده لانه هو ما عنده شيء محدد بباله، هو عم ينزل بس لياكل حلويات وياكل مثلا معروق وياكل اكلات طيبه من طبخ البيت، فهو اجمالا بده يرجع يزيد وزنه حتى لو هو عم بيلعب رياضه.
يعني هذا الشيء ما له علاقة، لأنه دائما النظام الغذائي هو الأساس، يعني الرياضة بتيجي يمكن مساعد. دائما بنسمع هي الجملة إنه ما تفكر إذا أنت لعبت رياضة فهي يعني شيء سحري فورا رح ينزل وزنك. ولهيك بدي أسألك عن الاستمرارية، يعني شهر هي فترة كتير منيحة الإنسان يغير عاداته لشخص يبدأ مرحلة جديدة. كمان في كتير أشخاص بيكونوا بيعانوا من السمنة وبنفس الوقت ما بيلعبوا رياضة، ما بيحبوا الرياضة، فبيقولوا بشهر رمضان رح بلش نظام جديد غذائي ونظام رياضة. شو الشيء اللي بتعطيهم اياه لحتى يبلش المرحلة؟ هلا كلنا هاي كل واحد حسب مقاييس وزنه. احنا بنشوف الوزن قديش وبنضرب له حساب السعرات اللي هو لازم يفوتها لجسمه ومنبلش له فيها. من كبروتين مثلا احنا فينا نضرب له على جرامين ونص البروتين، والكارب نفس الشيء، وندخل له ألياف ومندخل له سناكات عشان هو بحيث انه يكون مرتاح جسديا وما عم يتضايق. يعني احنا ما فينا فورا نحط له حمية كتير قاسية تماما، وخصوصا يمكن الاشخاص اللي بيكونوا بيعانوا من اوزان يعني فوق المية وشوي، يعني بيفكروا انه هن اذا قطعوا كل شيء اكل وشرب فورا رح ينزل الوزن، كثير انه في صدمة للجسم. مدى صحة هاي المعلومة؟ هذا شيء غلط. احنا لازم نفوت نسب اكل كتير منيحة للجسم مشان احنا نريحه، لانه احنا دائما لما اذا بدنا نفوت وجبة واحدة فالجسم بيختزن الشحوم ما بيعود يصرف. لازم احنا نعدد له وجبات وكتيرة ولو كانت كمياتها قليلة مشان هذا الجسم هو كتير يشتغل على الحرق ويشتغل على نسب الحرق بشكل كتير عالي ويصرف النفط. هلا كوتش، بالنسبة لبطولة العرب يلي حكيت عنها حضرتك، فخلينا نعرف كيف عم يتم تهيئة الأبطال يلي حيشاركوا بهي البطولة، كيف عم بتهيئ نفسك يمكن؟ هل يمكن ممكن يصير في خربطة معينة بالنظام إن كان نظام التمرين، فترة التمرين يمكن تكون أقل، كيف عم بيتم التحضير؟ هلا التحضير عم بيتم، هو الخربطة بتصير كلاعب كمال أجسام هي بالوقت أو بالتاريخ. فاحنا لما بنغير مثلا موعد التاريخ تبع البطوله هون اللاعب بصير في عنده خربطه وبده يرجع يعيد الهيكليه من اول وجديد، فهو بيكون حاطط هدفه ليوم معين ليوصل عليه بشكل صحيح وتام. التهيئه بالصالات هلا احنا تقريبا يعني في عالم بتصوم في عالم ما بتصوم. هلا الصايم تقريبا بعد الافطار بيكون تمرينه، عنده وجبتين بعدين بفوت على التمرين بعدين بلحق وجبتين. وان الوجبات بده يكونوا متكاملين مثل ما حكينا عنه. شو ممكن ياثر على ادائه خلال البطوله؟ اكيد ما بياثر تمام، لانه الصوم فيه فوائد ومن ضمنها ذكرناهم من البدايه، بخفف الضغط الدم بالجسم وبحرق النفاط. هذا الشيء لانه احنا بيساعدنا نسب الدهون لازم نحرقها تمام. وشكل ثاني هو بخفف من الاصابات ضربات القلب وخفض نسبة الأنسولين والسكر بالدم. وأهم شيء ذكرته يمكن شيخوخة كل السيدات رح يحبوها لهيك أكيد. يعني فوائد عديدة يمكن للصيام والرياضة مع الصيام، ما نخاف منها. يعني بعض الناس بتخاف بتقول لا أنا إذا بمشي شوي بتعب، كيف إذا بدي ألعب رياضة هلأ برمضان رئي رح ينشف ما رح أعرف شو بدي ساوي. لكل هدول الأشخاص اللي ممكن يتخوفوا تعطينا هيك شوية نصائح لهم؟ أكيد هذا كله كلام خاطئ. يعني الصوم فيه شغلات فوائد كتير عظيمة وكتير كبيرة، إذا قرينا وتبحرنا فينا نعرف هذا الشيء. فأنا بنصح لكل حدا أنه الصوم كتير مهم وكتير منيح. فأحنا بلاقي الأغلبية أنه فاطر مثل ما عم تحكي أنا ما بقدر أنا ريقي بنشف، هذا كله كلام غلط. كلام غلط يعني ما بيختلف من شخص لتاني، خلينا نقول إلا بحالة مرض شديد تمام. هاي هون احنا بنستثني هاي الحالة تمام. افضل الرياضات اللي بتناسب كوتش الاشخاص الصايمين خلينا نحدد ان كان كارديو او غيره، فشو بتحب توجه نصائح لهدول الاشخاص اللي حابين يخسروا وزن وملتزمين بالصيام؟ هلا انا بحب اوجه لهم شغله انه احنا نتقيد بالشيء المحطوط لنا بالبرنامج، لانه هذا الشيء بيوصلنا لاعلى نقطه نستفيد منها. احنا دائما في اشخاص بيقولوا مثل ما ذكرنا انه انا لازم بنزل بعد الفطور حرق الفات منيح، فاحنا اذا بننزل قبل الفطور افضل لنا بكثير، بس لما بيكون عندنا كارديو وليس تمرين عضلات. لانه احنا لما بنتمرن بعضلات قبل الفطور فحن حيصير عندنا تهريب سوائل كثير عاليه من الجسم
وبنفس الوقت بصير في عندنا تقلصات عضلية. نعم. يعني حجم العضلية بيظهر ما حيتحسن معنا. نعم. كل الشكر لك كوتش إيهاب. يخلي لي إياك يا رب. وموفق أكيد بالبطولة أنت سلمين. وكل الشباب شكرا لك. يخلي لي إياك وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتور وموفقين ورمضان كريم عليك. علينا وعليك يا رب يخلي لي إياك. أكيد رح ننتقل لتقرير كتير مميز من المتحف المميز اللي كمان يمكن سلمى قضينا وقت كتير فيه وكان في تصوير لحلقات كتير مميز المتحف الوطني في دمشق. تفاصيل بالتقرير التالي. المتحف الوطني أقدم المتاحف على المستوى العربي وأكبرها وأشهرها بأقسامه، لذلك ينظر الباحثون من العرب والأجانب على أنه مرجع توثيقي تاريخي وحضاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط. تميز متحف دمشق الوطني بإعادة بناء ما تبقى منه من مباني أثرية سورية داخل المتحف، أهمها واجهة قصر الحير الغربي، فالزائر يفاجأ عندما تبدأ زيارته للمتحف بمواجهة قصر الحير الأموي الذي يعود إلى الخليفة هشام بن عبد الملك عام 727 ميلادية. إعادة بناء المدفن التدموري المليء بالتماثيل النصفية الذي يعود لأسرة يرحال التدمورية ويعطي فكرة عن طقوس الدفن لدى التدموريين. الكنيس المحلي المزين باللوحات والرسوم كما في كل المباني السورية القديمة وجد في مدينة دورا أوروبوس على نهر الفرات، ويتميز برسومه الجدارية الرائعة التي تعود إلى حوالي العام 246 ميلادي. القاعة الشامية التي أعيد بناؤها وهي منقولة من حي الحريق الدمشقي ومن قصر بيت مردنبك، وتعود هذه القاعة إلى القرن 18 الميلادي. أقسام المتحف. أول أقسام المتحف هو قسم عصور ما قبل التاريخ، وهو يضم آثارا مهمة تبدأ من نحو مليون سنة قبل الميلاد وحتى ظهور الكتابة. ويجد زائر هذا القسم آثارا لبدايات الحضارات وكيف استخدم الإنسان البدائي الأحجار كأدوات، ومن ثم كيف بدأ تطويع هذه الأحجار ليجعلها مفيدة في أعماله كالمطارق والمثاقب وغير ذلك. القسم الشرقي. القسم الثاني هو قسم الآثار السورية الشرقية القديمة، ويضم الآثار التي تعود للفترة منذ بداية ظهور الكتابة وحتى مجيء الإسكندر المقدوني إلى الشام، ويضم هذا القسم روائع آثار الحضارة الكنعانية القديمة المكتشفة في أوغاريت، وأهمها الأبجدية التي تعتبر أول أبجدية عرفتها البشرية بعدما كان الإنسان يكتب بواسطة الصور واختصر هذه الصور فجعل منها أبجدية، وهي محفوظة برقي يمطيني في هذا القسم. القسم الثالث وهو قسم الآثار السورية المحلية، وهذه تعود إلى عهود اليونان والرومان والبيزنطيين، ويضم هذا القسم آثار مدينة تدمر التي كانت على طريق الحرير، فثمة منحوتات وتماثيل تدمرية لرجال ونساء مزينات بالحلي، وهناك بقايا المنسوجات الكتانية والحريرية والصوفية التي اكتشفت في مدينة تدمر وكانت تشتهر بها الحضارة التدمرية. القسم العربي الإسلامي في المتحف قسم غني جدا تبدأ معروضاته منذ عهد الأمويين، ومنها واجهة قصر الحير الغربي وخزف الرقة التي كانت عاصمة الخليفة هارون الرشيد، وفي هذا القسم قاعة المخطوطات التي تعرض فيها أروع المخطوطات العربية وأهمها مخطوطة أبو قاسم الزهراوي وتعود للقرن 11 الميلادي، ومخطوطة القانون لابن سينا. القسم الأخير قسم الفن الحديث، وأخيرا يعرض في قسم الفن الحديث أجمل ما أبدعه الفنانون المعاصرون من لوحات فنية ومنحوتات، فهناك تماثيل لعباس بن فرناس والجاحظ. هلا فرح صار الوقت لننتقل للاستوديوهات الاخباريه لنتعرف على اخر المستجدات اللي عم تشهدها الساحه السياسيه محليا عربيا وعالميا مع زميلتي من غرفه الاخبار شيرين مصطفى. يسعد صباحك شيرين. صباح الخير سلمى. مشاهدينا موجز لاهم الانباء بعد هذا الفاصل. أهلا
بكم، أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أن المجلس تلقى 4 كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري ودعد مبارك النوع ومحمد كاميران بن محمد جميل ميرخان وحسين محمد طيجان طلبات إلى محكمة بالترشح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية، ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 18 طلبا. أعلنت الحكومة العراقية الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب، معتبرة ما حصل مسا للأمن القومي العراقي. إلى ذلك أكدت مصادر طبية عراقية ارتفاع عدد الوفيات إلى 62 وإصابة العشرات في الحريق الذي اندلع داخل المستشفى ابن الخطيب جنوب بغداد جراء انفجار أنابيب أكسجين. أصيب عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية بحالة اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة وفاء أن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الشوارع في بلدة العيساوية بمدينة القدس ومحيط مقبرة بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة خلال قمعها لمظاهرة تندد بالاعتداءات الإسرائيلية لمدينة القدس، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالة اختناق. دعا الرئيس الأرمني أرمين سركسيان دول العالم إلى إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الأرمني على يد تركيا العثمانية وتسمية مرتكبيها بأسمائهم ومعاقبتهم، لأن الإفلات من العقاب يولد جرائم جديدة. وقال سركسيان في رسالة إلى الشعب الأرمني بمناسبة الذكرى 600 للإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الأرمني على يد العثمانيين، أنه على العالم أن يدرك سياسة إسكات جريمة الإبادة الجماعية للأرمن وتركها في الماضي يولد جرائم جديدة، وينبغي تسمية هذه الجرائم ومرتكبيها بأسمائهم. هذا وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترافه رسميا بجريمة الإبادة الأرمنية. نهاية الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار، وأكيد مستمرين بمحطات صباحنا غير. سلمى، قدرت تسمعي عن بعض الأشخاص خلال فترة الصيام ممكن عندهم كثير من المشاكل الهضمية، والبعض الآخر يمكن بيعاني منها بيمتنع عن الصيام أو حتى بعدين بيعاني من هي المشاكل؟ كثير عالم، وخصوصا اللي بياكلوا وجبة ثقيلة على الفطور، وجبات ثقيلة على السحور وعلى الفطور. أكيد نصائح كثير مهمة عن المشكلات الهضمية وكيف بنحمي حالنا منها رح يقدم لنا إياها دكتور ماهر حداد اختصاصي بالأمراض الهضمية. خلونا نتابع مع بعض. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. اليوم رح نحكي على موضوع المرضى اللي عندهم أمراض معدية ممكن تكون سبب للإزعاج أثناء فترة الصيام، وخاصة مرضى القرحات الهضمية. من المعروف أنه مرضى القرحات الهضمية خلال فترة صيام طويل يؤدي هذا الموضوع إلى إثارة الألم، وبالتالي ممكن يكون في إزعاج للمريض إن كان من الشعور بعسر هضم أو بموضوع الآلام أو بموضوع غثيان أو عدم تقبل بعدين الطعام أثناء فترة الإفطار. الحقيقة الأدوية المتوفرة بالفترة الأخيرة ساعدت كتير مرضى القرحة بأنه يكونوا مرتاحين، ولذلك المريض يعني عنده قرحة هضمية يفضل مراجعة طبيبه لوضع خطة علاج واضحة ومريحة للمريض حتى يقدر يصوم في الفترة هاي. أنا ممكن ننوه كمان للأمراض، بعض الأمراض المزمنة غير المرضى الهضميين، مرضى القصور الكلوي ومرضى الداء السكري. هدول المرضى كتير لازم يكون حذرين بفترة الصيام، ويفضل مراجعة أطبائهم حتى وضع خطة لموضوع العلاج وموضوع الصيام. مو كل مريض هو قادر أن يصوم من الأمراض المزمنة، لذلك الطبيب هو من يقدر هذا الموضوع، ويفضل أن لا يكون اجتهاد شخصي مثل ما كتير أحيانا منشوفه من المرضى باندفاعهم بإيمانهم بدهم يؤدوا فرائض الصيام، لكن الحقيقة ممكن تكون مؤذية لصحتهم، وهذا لا يتناسب مع مفهوم
هذا الشهر المبارك. لذلك يفضل المرضى مراجعة أطبائهم دائما لأخذ النصيحة وأخذ ما هو مناسب حتى يحافظوا على صحتهم ويحافظوا على أيام تكون مباركة إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. رمضان كريم. أما هلأ رح نروح لفقرتنا عن الصحة النفسية. كثير من الناس بنسمع انه شهر رمضان هو فرصه كثير منيحه لحتى نغير من طباعنا، وفتره الصيام الطويله بتعطي الانسان فرصه يفكر اكثر، يحاول يكون متزن اكثر بحياته، ويمكن يتخطى كثير من العادات السيئه حتى بشخصيته. قد ايه بتحسي بهذا الشيء فعلا فرح، او بتشوفيه بالعموم بالاشخاص اللي حواليك بتحسيهم بيتغيروا؟ سلمى، الحلو انه في اشخاص يمكن بياخذوا الناحيه الروحانيه والناحيه التربويه. اكيد سلمى بيستفيدوا من هي الأمور كلياتها بتهذيب النفس وضبطها والابتعاد عن الغضب والانفعال وغيره من المظاهر. البعض الآخر يمكن سلمى بيتحجج بالصيام وبيعتبر أن هي شماعة، أنه أنا يمكن ما عم باكل ما عم بشرب، عصف يعني أنا معصب ما حدا يقرب علي. هيك كثير بنسمعه، واليوم كان أكبر دليل سلمى على عملية كظم الغيظ أو الانفعال أو الغضب يلي مرينا فيه الصباح. فمثل ما كنتوا شايفين هلا كثير حالة هدوء وحالة ضبط النفس، فبنتمنى كل الناس يستفيدوا من هذا الشهر من الناحية الروحانية ويقدروا يمكن يبتعدوا عن كل مظاهر الانفعال اللي هي بتسيء للشخص وبتسيء للناس يلي حواليه. رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع مع الدكتورة رند خضر، أخصائية بالإرشاد النفسي. صباح الخير ورمضان كريم. يسعد صباحك. صباحك يا رب، رمضان كريم على الجميع يا رب. عاد عليك يا رب بالصحة والعافية. يعني مثل ما قلنا اليوم في كثير فوائد للصيام بشكل عام على نفسية الإنسان، خلينا نبلش بإيجابيات الصيام وانعكاسه على صحة النفس. تمام. هلأ بشكل عام أول شيء هو اسمه رمضان شهر الخير، فهو أكيد خير ومليء بالخيرات والإيجابيات. هلأ أهم شيء هو عم يعلمنا ضبط النفس، سواء كنا ضبط النفس عن الطعام والشراب، وحتى ضبط النفس عن الغضب، عن الانفعالات، عن السلوكيات المؤذية للآخرين. فهو بيطلب منا نحن نضبط أنفسنا، وهذا الشيء طبعا ضبط النفس فيه له تأثير على الشخص نفسه وعلى الآخرين. يعني في حال أنا مثلا ضبطت غضبي وما فجرته بشخص آخر، فهذا الشخص الآخر هو كمان حيكون بصحة نفسية، أو خلينا نقول مروق كمان ما هو حيعصب ونضل هيك. ما من الأمور اللي الإيجابية لشهر رمضان هي خلينا تعليم الصبر، بيعلمنا الصبر، بيعلمنا التواضع. كمان بالإضافة في عنا الشخص بيصير أكثر تنظيم لحياته لأموره اليومية، بحكم أنه مثلا في عنا وقت السحور محدد ووقت الفطور محدد، فهو في عنده متسع من الوقت قادر على تنظيم أموره وترتيب أولوياته فيها. وهذا الشيء طبعا بيزيد عنده الشعور بالإنجاز والفخر بأنه هو قادر على أداء أي مهمة بتواجهه، لأنه هو عم يقدر يتخطاها. وبما أنه هو قدر يصوم ويمنع نفسه عن الطعام والشرب، فهو معناها قادر أي مشكلة بتعترضه فهو قادر يتجاوزها. بالإضافة في نقطة كثير مهمة، هو أنه رمضان جمع الناس، تشارك الطعام مع بعضهم، الشعور بالآخرين، فهذا كله هو من إيجابيات رمضان. خلينا نركز شوي على هالنقطة. يمكن اليوم بظروف الحياة الصعبة صار من الصعب أنه تجتمع الأسرة كلياتها، يمكن على لمة الفطور أو الغداء أو العشاء. بشهر رمضان تحديدا يمكن تجتمع الأسرة بشكل أكثر وبشكل منظم أكثر مثل ما حكيتي. الصبايا يمكن بتساعدوا بالأكلات للإفطار، ويمكن باقي أفراد الأسرة بيكونوا بالشغل، أو حتى كلياتهم بيجتمعوا. المهم أنه بفترة واحدة قد ايه هذا الشيء مهم بيقرب من الأسرة بعضهم لبعض. ممكن يكون في حديث معين ما نحكى ممكن نحكى في هذا الوقت. تمام. هلأ أقول لك شغلة، أنه رمضان تح فرصة كتير حلوة أنه أول شيء تشارك أفراد الأسرة بالصوم. هذا الشيء بيعزز شعورهم بالاندماج والتوحد بيناتهم، أنه كلاتهم في عندهم مناسبة دينية عم يصوموا كلهم سوا. هذا الشيء بيشعر الفرد بأنه هو منتمي لهالمجموعة، فهذا الشيء بيزيد عنده الشعور بالاطمئنان، بالأمان النفسي، أنه أنا مع جماعة معينة بنتمي لها، لأنه الإنسان طبعا اجتماعي بالطبع. كمان في عنا الأمور أنه الصوم أتاح فرصة للأسرة أنه تجتمع على سفرة واحدة. مثل ما قلتي، في كتير من
أسر مثلا نتيجة انشغالاتها اليومية ممكن بالأيام العادية ما تحسن تجتمع على وجبة الغداء مثلا. هلأ هون رمضان هو أتاح الفرصة أنه نحن نجتمع كلياتنا مع بعض، هذا الشيء بيزيد كتير الترابط الأسري، الإلفة، المحبة بين أفراد الأسرة، صاروا يقعدوا أكثر مع بعض، هذا الشيء بيوطد العلاقات أكثر. طبعا كمان في نقطة كثير مهمة بدي أحكيها، ذكرتي حضرتك أنه كيف ممكن البنات يتعاونوا. هلأ كتير حلو أنه هون الأسرة هي يكون بما أنه هذا طقس من طقوس طقس رمضان انه الكل يتعاون، مثلا انه احنا كاسره نتعاون على تحضير الطبق اللي بنفضله، تجهيز الفطور كله، مثلا كل شخص حسب قدراته وامكاناته، اذا كان عندنا ولد صغير اكيد ما حنحمله مسؤوليه كبيره، فهذا الشيء كيف يجيب ربطه الخبز تمام فهذا الشيء انه هو ساهم بشيء معين. هلا في نقطه كثير مهمه بدي حابه اوضح عليها انه لزياده الترابط الاسري. هلا نحن بنشوف برمضان انه اكثر يعني ممكن الناس حتى يمضوا وقت، مثلا انه ممكن يكون على التواصل الاجتماعي، الانترنت حتى بيقول لك ما نحس بالصيام. هلا كثير حلو انه نحن حتى نزيد الترابط الاسري نحاول نلاقي انشطه، فعاليات، طقوس رمضانيه معينه نقوم فيها كاسره، يعني نشجع فيها الاولاد حتى الوالدين، هذا كثير بيوطد العلاقات بيناتهم. ممكن مثلا يساووا مسابقات رمضانيه ضمن الاسره، ممكن يساووا العاب، انشطه، طقوس دينيه، هذا كله بيساهم بانه زياده العلاقات بين الاسره. كمان خلينا نحكي عن نقطة مهمة اليوم، تغيير الطباع قديش مهم وقديه هو فرصة بهذا الشهر. في ناس كتير بتقول كلمة ما بقدر، بس اللي بيقدر يصوم 15 ساعة تقريبا ويصوم مو بس عن الأكل والشرب، عن بعض العبارات، عن العصبية، عن النرفزة، لأنه هو الصيام مو بس أكل وشرب أكيد. فكلمة ما بقدر المفروض بتختفي، قديه هو بيقوي الإرادة. هلا حقول لك شغله، بما انه هو قدر يصوم هذا الوقت، فهون انت تتخيلي انه هو تحدى غريزه الجوع، يعني قديش انه هي من الغرائز الاساسيه، فانه هو تحداها، هذا الشيء لحاله بيقوي الاراده. شغله ثانيه انه ضبط نفسه عن مثلا عن العصبيه، عن الغضب، عن صار عم يقوم بسلوكيات جيده، هذا قديش هو عم يقاوم نفسه، عنده اراده لحتى يحقق الشيء الافضل. هلا هذا الشيء بيقوي له ارادته انه انا قادر قوم بأي تغيير سلوكي، أي شيء بريده بهالحياة، أني بيمتلك الإرادة. حتى هذا الشيء على المدى البعيد بينعكس بأنه ممكن يقلع عن مثلا عن التدخين، أنه عنده الإرادة بيمتلكها، ممكن يقلع عن عادات سلوكية سيئة، حتى ممكن مثلا إذا كان بيعاني من سمنة أو شيء أنه يتبع نظام غذائي متوازن، أنه هو بيمتلك الإرادة لهذا الشيء. هلأ بس في نقطة حكيتيها أنه الكلمة أنه لازم نقيمها أنه أنا ما بقدر. تمام. هلأ هون هذا خلينا نحكي على موضوع الحوار مع النفس. تمام. انه انا اعطي تعليمات لنفسي اني انا قادر اني كفي هذا النهار ما حجوع، مو الاكل اللي هو بيحقق لي السعاده وضبط انفعالاتي، مو هو يعني خلينا نقول الحد اللي اذا اكلت بكون رايق وان ما اكلت بكون معصب. تمام. فانا بمتلك الاراده اني اكون انا هادي، الجوع هو شعور مؤقت، بعد مثلا هالساعه انا حرجع اكل عادي، فهذا الشيء بخفف من شعوره بالجوع وحتى من شعوره انه ما عاد اقدر اتحمل. كمان من طبعا هذا الشيء بيزيد ثقته بنفسه مثل ما حكينا انه هو قادر ينجز. قديه بتشوفي انه صح دكتورة كثير من الاشخاص كل الاخلاق او الصفات اللي اكتسبوها او حتى نموها خلال شهر رمضان الكريم انه تكون هي اسلوب حياته ويستمروا فيها بباقي الشهور؟ تمام. هلا كثير مهم انه نحن هاي الصفات والسلوكيات الجيده اللي عم نقوم فيها خلال هذا الشهر لحتى يعني بالشهور القادمه ضروري كثير من الفرد انه نحن مو بس بشهر رمضان بنعمل الخير وبنقوم بالسلوكيات الجيده، لا نحن لبعد رمضان نستمر بهذا الشيء، نستمر بضبط النفس، بالاراده، بتخطيط حتى تنظيم الحياه، انه نحن كيف بدنا نظم وقتي واستفيد باكبر قدر ممكن وحقق اهدافي الموجوده بهالحياه، يعني اطلع مثل ما انا محاول تعمل الشغلات المنيحة برمضان اطلع فيها لبعد رمضان واستمر فيها. طيب كمان خلينا نحكي عن النقطة كتير مهمة اللي هي تعزيز الشخصية وخصوصا عند الأطفال، يعني لما بيشوف العيلة كلها عم تلتزم بشهر رمضان عم تتغير حتى نفسيتها، قد هاد بيسهل كمان على التربية، لأنه يعني نحن بنعرف 21 يوم لتغيري عادة اجتماعية خاطئة أو عادة نفسية، ف30 يوم قد هو فرصة لحتى نعلم الأطفال. أكيد. هلأ مثل ما ذكرتي أنه تغيير العادة بده وقت، وشهر رمضان كفيل أنه نحن نغير فيه عادات كتير موجودة عندنا تكون غير صحية. هلأ نحن ضروري كتير حتى نعلم الطفل نحن نكون أول شيء قدوة. تمام. لحتى كمان نعلمه بدنا نعطيه طبعا مهام، يعني مثلا نعلمه تحمل المسؤولية، فنحن بدنا نعطيه
مهام قادر هو يقوم فيها ونشجعه على أدائها. فمثلا نفترض هو عمره مثلا 5 سنين مثلا مسؤول مثلا ربطة الخبز، يساعد بنقل مثلا الصحون على الطاولة، فمهمات صغيرة بتتناسب معه هذا الشيء بنشجعه. انت مثلا حطينا لك مهمات وسلوكيات محددة بتتناسب طبعا مع عمره، اذا قام فيها بنفسه هذا الطفل فنحن ممكن نشجعه بنجوم، مثلا كل ما قام بالسلوك بنعطيه نجمة ليجمع عدد معين من النجوم، فممكن يستبدلها بشيء محبب له. ممكن مثلا نكافئه بانه اليوم قام بمهامه لحاله، انه مثلا لانك انت اليوم هيك انت حتختار اللعبة اللي حنلعبها، او الغداء تبع بكره الفطور تبع بكره انت تختار شو هو الطبق. اكيد رح نكمل حديثنا معك رند، ولكن رح نرجع مره ثانيه لكنيسه الصليب المقدس مع زميلتنا سالي شار اللي طبعا عم تنقلنا اجواء قداديس وصلوات احد الشعانين المباركه. بنرجع لعندك وصباح الخير عن جديد سالي. صباح الخير عن جديد سلمى وفرح. يعني رجعنا معكم، ولكن هلا نحن بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس عم يتحضروا أيضا بعض الصلوات لدورة الكشاف، يعني اللي بيقوموا فيها الأطفال برفع أغصان الزيتون. هيدا أكيد علامة على النصر إن شاء الله، أيضا على نصر سوريا قريبا. مثل ما أنا شايفين الأجواء حاليا في كنيسة السيدة العذراء، رح ناخذ الصورة مع ضياء. أكيد ضياء يا ريت نعطي الصورة هون لهالمنظر الجميل، يمكن يلي شباب الكشاف يمكن هن يلي قاموا فيه. كل عام وأنتم بخير. ممكن بس نحكي لو سمحت؟ تفضل. يعني اليوم شعانين طبعا مباركة، وعم نشوف محضرين شيء حلو للأطفال، أو يعني عربيات وورود. قديش اليوم هيك ذكرى حلوة لنقدر نحن نجدد أو نحيا من جديد؟ هلا أكيد كل هذا شغل الفوج بنعمله كرمال الأولاد والأطفال بالنهاية يحسوا شوي فرحة الأعياد بظل هالأمراض اللي عم تصير وهالأوضاع هي بهالبلاد. وإن شاء الله هيك السنين الجاية بتكون أحلى وأحلى على البلد وعلى الكل يا رب. إن شاء الله يا رب. شعانين مباركة عليكم وعلى جميع السوريين، من خص السوريين جميعا بهيدا الأعياد. بنرجع بنقول الأعياد تتزامن مع بعضها، وهذا دليل أنه نحن كسوريين دائما نحن واحد، بأعيادنا واحدة واحتفالاتنا إن شاء الله واحدة، ونصرنا حيكون واحد. حاليا نحن متواجدين مثل ما ذكرنا في الكنيسة، لسه الصلوات يعني ما زال الصلوات مستمرة، والقداديس اليوم ترفع أحياء لذكرى دخول السيد المسيح. وأيضا نرجع منذكر إضاءة الشموع هي كنور جديد للعالم، وأيضا ترفع أغصان الزيتون علامة للنصر، وأيضا نرجع منقول كنصر سوريا. بدنا نعايد هيدي الصبية الحلوة. كل عام وانت بخير. بدك تضوي الشمعة هي بدك تضويها. معلش شوفها للشمعة بدك تضويها. ما بدك تضويها؟ ليه ما بدك تضويها؟ كل عام وانت بخير. ليلى وانت بخير بابا. شو بدنا نقول لماما وبابا اللي جابوا لنا الشمعة ولبسونا ثياب جديدة؟ كل عام وانتم بخير. عايدي لي ماما وبابا لشوف. كل عام وانت بخير. خلي لك اياها. انتم بخير يا رب. شعانين مبارك. مبارك عليكم يا رب، ان شاء الله هيك اعياد مجيدة وتجيب الخير لبلدنا يا رب. آمين دائما. نحن بندعي بهذا الشيء، يعني عم نشوف دائما الأجواء رغم الحرب والظروف اللي محيطة فينا، ولكن نحن كإرادة نحن هاي بلدنا ونحن أصل هالبلد، يعني ما فينا نطلع منها أبدا لو شو ما صار. وقت ما حدا حاول يعني يطلعنا نحن رح نضل مستمرين ورح نضل نحتفل أكيد. يعني مثل ما شفتوا هيدا الأجواء، أيضا عم نشوف يعني في جموع أيضا متحضرين للدورة، ولكن بعد الصلوات ما بعرف إذا فينا ناخد سلمى وفرح أجواء شوي من القداديس. رح نحاول ننتقل شوي لهون لنشوف أيضا فوج الكشاف. يعطيكم ألف عافية. عافيكي. محضرين للدورة هلأ. إيه إن شاء الله. قدي بتكون وقت لتطلعوا؟ تقريبا ساعة. بدنا لسه شي ساعة. كيف هيك الاستعداد والأجواء؟ إن شاء الله كل شي منيح، كل شي تمام، والعيد مثل ما شايفين تجمعات منيحة رغم الفترة اللي عم نمر فيها، بس إن شاء الله بيكون كل شي تمام وما بيتأذى حدا. لمين بدك توجه معايدتك اليوم؟ أكيد من عايد سيد قائد بشار حافظ الأسد، ومن عايد جيشنا، ومن عايد سيدنا بتراك مع غناطيوس أفرام الثاني، وإن شاء الله
كل الشعب السوري بيعيش حياة كريمة وحلوة بإذن الله. إن شاء الله يا رب. أكيد بهمتكم ووجودكم كشباب سوريين، يعني هيدا الأجواء يا ريت فينا نفوت على الصلاة ونقدر ناخد شوي منها. هلا إن شاء الله الكاميرا تقدر تاخد شوي من أجواء الصلوات والقداديس. دورة بدها ساعة ونص مثل ما ذكروا شباب الكشاف، إن شاء الله كمان نقدر نوافيكم برسائل تانية، وإذا ما قدرنا نوافيكم برسائل تانية أكيد دائما سوريا هي باقية، هي متجددة مثل شبابها وهي واعدة. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. شكرا لك سالي، وبنرجع بنقول صلوات مباركة، قداديس مباركة، أحد شعانين مبارك أكيد للكل فرح. أكيد سلمى أحد شعانين مباركة، وإن شاء الله يا رب هي القداديس والصلاة تكون مستجابة ويكون الانفراجات على جميع السوريين. وبنرجع أكيد لضيفتنا رند، اليوم كثير من المشاعر السلبية ممكن تكون مترافقة مع الأشخاص لفترات طويلة، كيف الشخص بيقدر يتخلص من هي المشاعر سواء الإحباط، الحزن أو أي مشاعر سلبية خاصة بهي الأجواء الروحانية اللي عم بتكون خلال شهر رمضان؟ تمام. هلا نحن بنعرف مثل ما حكيت قبل شيء حتى كمان بالحلقة، إنه الشخص بيقول أنا معصب لحد يحاكيني أنا جوعان. الفكرة إنه هون مثل ما حكينا من شوي إنه حواره مع نفسه، إنه أنا قادر سيطر على انفعالاتي. أنا طبعا نعرف نحن شو نحن بنحكي مع أنفسنا بيأثر على سلوكياتنا وانفعالاتنا. يعني إذا قلت لحالي أنا هلأ ما عاد أتحمل أبدا، فأي موقف بسيط حتلاقوني عم ساعة انفجر وكون عصبية وغضب. أما لو قلت لنفسي مثلا أنه أنا قادرة أنه سيطر على انفعالاتي، أنا ما بدي أغضب اليوم، بدي أكون رواء، جسمي قوي، رح أتحمل الصيام، هي العبارات التشجيعية الإيجابية وحواري مع نفسي الإيجابي بيعطيني قوة لحتى وحتى أني يكون بسلوكيات جيدة وأنه سيطر على مشاعري السلبية اللي ممكن أشعر فيها. كمان كتير مهم في عنا طبعا الاسترخاء، هذا الاسترخاء كتير بيساعدنا أنه نسيطر على انفعالات خصوصي الغضب. مثلا عنا استرخاء التنفس عن طريق طبعا ضبط التنفس، وفي عنا استرخاء العضلي بيكون هو عن طريق شد عضلات ورخية، فهذا الشيء كمان بيساعد على الاسترخاء. كمان في عنا التأمل، ما نحن هلأ هذا الشهر بيساعدنا كثير أنه نقعد نتأمل، هذا كمان بيساعد كثير على خفض التوتر والقلق والمشاعر السلبية. وحتى كمان في عنا نقطة كثير مهمة بدي أحكيها، أنه نحن بشهر رمضان في كثير أفراد بتلجأ للنوم مثلا الطويل، أو بتلجأ لوسائل التواصل الإنترنت حتى تمضية الوقت، يقولوا ما نحس بالنهار. هلأ الفكرة أنه هن صح عم يمضوا الوقت، لكن فعليا المشاعر السلبية اللي عندهم عم تزداد، عم يشعروا بالإحباط، باليأس، بعدم القيمة، أنه أنا ما أنجزت شيء، لأنه فعليا هن عم يراكموا مسؤولياتهم ومهامهم اليومية مشان هن يمضوا هالنهار. بس مع ذلك نعم مضوا، بس مثل ما حكينا انه عم يزداد عندهم هذا الاحباط، مشان هيك كثير ضروري نحن الاستفاده من الوقت، نمارس هوايات لحتى نحن نخفف من التوتر الموجود عنا والقلق. اكيد كمان مثل ما حكيتي يمكن رند هو بيعطي الصيام لفتره طويله، واذا الواحد قضاها نوم بيخليه يحس بالشعور بالاحباط لانه ما انجز شيء. تمام. ولكن اذا اقترن الصيام مع عمل فراح ينمي المسؤوليه. خلينا نحكي قديش مفيد بانه هو ينمي المسؤوليه عند الشخص، وخلال اليوم لما بينجز اعمال ما بيقضيها كلياتها نوم. تمام. هلا اول شيء كيف رمضان بيساعد، هو بيساعد بشكل كثير كبير مثل ما قلتي، اذا كنا منظمين وقتنا مهامنا. وهلا طبعا بفترة انه مثلا عندنا نهار طويل، يعني انت مثلا ما في عندنا وجبات غداء او فطور او شيء، انه هاي في عندي انا وقت بحسن استفيد منه، اقسم عندي مثلا المهام المتراكمه، شو عندي امور اولويات بحسن ارتبها واشتغل فيها. طبعا بنعطي جزء للعائله، جزء لانفسنا، لهواياتنا، طبعا هذا الشيء كثير مهم. هلا الفكره انه نحن لتنميه المسؤوليه، نحن ما حقول لك شغله انه تنميه المسؤوليه بتبدا من الطفوله. تمام. يعني اذا كان شخص ربي انه ما يتحمل مسؤوليه فما حيجي على كبر انه يكون هو شخص مسؤول ويبادر ويتحمل المسؤوليه. هلا طبعا نحن من عمر صغير كثير مهم انه نحن نعود الطفل على تحمل المسؤوليه. طبعا المسؤوليه باكد عليها بتترافق مع عمره طبعا، وتشجيعه على الاداء المهمات اللي نحن عم نكلفه فيها. تمام. فالطفل هو عم ينجز هذا الشيء، بتعزز ثقته بنفسه بانه هو شخص قادر يمتلك الاراده لتحقيق المهام اللي عم تتطلب منه واللي هو بيحتاجها، فهون بصير هو شخص مسؤول، بصير عنا شخص مسؤول بالمجتمع وحتى تجاه نفسه، تجاه اسرته، تجاه الاخرين.
أكيد. نصائح أخيرة رند بتحبي توجهيها اليوم لكل الأشخاص أصحاب الإرادة القوية أو حتى الأشخاص اللي عندهم بعض المشاكل أو حتى الظواهر السلبية بحياتهم؟ تمام. هلأ أول شيء، أول نصيحة هي ضبط النفس، لأنه إحنا كتير مهم إذا ضبطنا أنفسنا فهذا الشيء حينعكس على صحتنا بالبداية وعلى الآخرين بالنهاية. كمان في عنا التشارك مع الآخرين، تشارك الأسري، وزيادة الترابط من خلال مثل ما حكينا، من خلال أنشطة، من خلال ألعاب معينة ممكن أو طقوس دينية مع الأسرة، فهذا الشيء بيقوي الترابط بيناتهم. تشجيع الطفل أنه على الشعور بالآخرين، ممكن مثلا شجعه أنه مثلا تشارك الطعام مع الآخرين، مثل هلأ مثلا برمضان أنه مثلا خذ هالطبق أعطيه لجارتنا، أعطيه لهي، هذا كمان بينمي عنده الشعور بالآخرين، كمان تنمية الشعور بالمسؤولية عند الطفل، ومحاولة كمان كبارنا يكونوا مسؤولين تجاه أنفسهم تجاه الآخرين كمان. كمان في عنا كثير مهم نحافظ دائما على الاسترخاء والتأمل، لأنه نحن كمان بالنهاية هون شهر رمضان بدنا نطلع منه إن شاء الله بالخيرات، ويكون إحنا عم نكتسب عادات حميدة بتمد معنا لبعدين إن شاء الله. أكيد أكيد. بالختام بدنا نشكرك على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي قدمتي لنا. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه يا رب، ورمضان كريم على الجميع. شكرا. شكرا لك رند وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لك. لهون نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله يا رب نكون قدمنا لكم بعض المعلومات المفيده مع ضيوفنا الاختصاصيين. رمضان كريم، خلوا الرحمه والمغفره هي سمه هذا الشهر، خلينا نقدر نقدم ونساعد، اللي بيقدر يقدم شيء ساعد على المستور، لحتى تبقى دائما صفر رمضان موجوده ومفتوحه بكل البيوت وعامره بالخير والصحه والعافيه. لا تنسوا تتابعونا بكره من مقهى المكتب، واكيد دائما صباحنا غير معكم، ونهارك سعيد. نهارك سعيد سلمى، وشكرا لكل من تابعنا، قدم لنا فكره او اقتراح. كنا معكم من مقهى المكتب، وكل الشكر على الاستضافه. موعدنا بكره ضيوف جداد وافكار جديده. تبقوا بخير. باي باي. باي باي.